التاسعة صباحا بتوقيت القاهرة، السادسة بتوقيت جرينتش، موجز الأخبار من التلفزيون المصري، أهلا بكم. أشاد الرئيس عبد الفتاح السيسي بعمق وثبات العلاقات الاستراتيجية المتميزة بين مصر واليونان، وذلك خلال استقباله رئيس وزراء اليونان كرياكوس ميتسوتاكيس بمدينة العالمين الجديدة. وأوضح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن اللقاء شهد التباحث حول الملفات الإقليمية وعلى رأسها الأزمة الأوكرانية والقضية الليبية وملف الهجرة غير الشرعية. وأعرب الرئيس السيسي عن التقدير لمواقف اليونان تجاه مصر سواء على المستوى الثنائي أو في إطار الاتحاد الأوروبي، إلى جانب التعاون المثمر على صعيد آلية التعاون الثلاثي مع قبرص. وجدد الرئيس السيسي التهنئة على فوز الحزب الحاكم في الانتخابات البرلمانية اليونانية. من جانبه حرص رئيس الوزراء اليوناني على تقديم الشكر والتقدير إلى مصر لإرسالها طائرات للمساعدة في عملية إخماد حرائق الغابات في اليونان. عقد دكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اجتماعا بمقر مدينة العالمين الجديدة لمتابعة الموقف التنفيذي للأعمال بالمتحف المصري الكبير وتطوير المنطقة المحيطة به. تناول الاجتماع عددا من العروض الخاصة بالمتحف المصري فيما يتعلق بالموقف التنفيذي للأعمال التي تتم حاليا بالمتحف والمنطقة المحيطة به، وكذلك أعمال الطرق. كما تضمنت العروض الموقف التنفيذي للمرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو الأنفاق الذي يمتد مساره من غرب الطريق الدائري مارا بمحطة المتحف المصري الكبير، بالإضافة إلى الموقف التنفيذي لمشروع تطوير الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى. أعلنت روسيا في ساعة مبكرة اليوم إحباط هجوم أوكراني ليلا على إحدى قواعدها في البحر الأسود. وقالت وزارة الدفاع الروسية إن القوات الأوكرانية شنت هجوما باستخدام زورقين مسيرين على قاعدة هناك تابعة للقوات المسلحة الروسية قبل أن تدمرها السفن الروسية. قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إن قواته تواجه قتالا صعبا في مواجهة القوات الروسية على طول خط الجبهة، مشددا على أن كييف تهيمن على الوضع رغم ذلك. وأضاف زيلينسكي أن القوات الروسية تحاول وقف قوات بلاده بكل ما أوتيت من قوة، مؤكدا أن القتال صعب في كل مكان. قال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف إن روسيا بذلت منذ عام 2014 قصارى جهدها لمنع اندلاع الأزمة مع أوكرانيا. وأضاف بيسكوف أن بلاده بذلت جهودا كبيرة للتوصل إلى تسوية سلمية لمشكلة دونباس وحماية حقوق سكانها بالطرق السياسية والدبلوماسية. أشار إلى أن هذه الجهود التي تتخللها العديد من المفاوضات الصعبة أثمرت بتوقيع اتفاقية مينسك التي كانت دليلا على جهود روسيا الدبلوماسية الناجحة، حيث كان من شأن تنفيذها التدريجي في تلك اللحظة تجنب الحرب. أعلنت الأمم المتحدة أنها تواصل بذل الجهود لضمان استمرار تصدير الأغذية والأسمدة الروسية تنفيذا للبروتوكول الموقع ضمن صفقة تصدير الحبوب. وأشار نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة فرحان حق خلال مؤتمر صحفي إلى أنه ليس بوسعه الإعلان عن أي مشاورات موسعة بهذا الصدد، مضيفا أنه حتى الآن لا توجد أي لقاءات موسعة، وأن الأمم المتحدة تواصل بذل كل ما في وسعها من أجل الحفاظ على الصادرات. أصيب أكثر من 50 شخصا وأوقف نحو 100 في ستوكهولم بالسويد مع اندلاع اشتباكات في مهرجان إريتري مؤيد للحكومة. وذكرت الشرطة قواتها بقيت في موقع الحادث في إحدى ضواحي شمال غرب ستوكهولم، مضيفة أنها تواصل جهودها لإيقاف الأعمال الإجرامية واستعادة النظام. وأكدت الشرطة فتح تحقيق في أعمال شغب عنيفة وإضرام نيران، بالإضافة إلى عرقلة عمل الشرطة وخدمة الإنقاذ.